احنا معانا حالة كانت إصابة نخاع شوكي ما شاء الله الله أكبر. كانت شلل رباعي ايديه ورجليه. بدأ معانا البرنامج وكان أكتر حاجة مضايقاه لما جالي موضوع المثانة. بفضل الله احنا في 4 أسابيع قدرنا نوصل ان هو كنا عايزين نوصل بس لمرحلة ان هو يشيل الأسطرة الداخلية ونعمل أسطرة خارجية وان هو يأسطر نفسه وينزل البول عن طريق الأسطرة الخارجية وبعدين نعلمه ازاي يدفع البول. الحمد لله ما شاء الله احنا بدأنا ندفع بول لوحده لحد ما وصلنا ما شاء الله انه في تحكم كامل في البول ودفع للبول لوحده طول النهار، طول ما فترة ما هو صاحي طول النهار في تحكم جامد. طبعا احنا التحسن والوقت اللي حصل فيه ده كده عندنا في الطب ده تحسن سريع. قسنا بالجهاز هو كان جاي لنا الدرجة بتاعت العضلة ضعيفة جدا في 28 وصلنا ما شاء الله النهاردة ل 39. انا برضو حابة ان هو يحكي لكم تجربته لانه انتوا عارفين احنا مش بس بنقدم ان احنا بنفهم الناس دورنا ايه. يعني انا انتوا عارفين طبعا الدكتورة رانيا السادة بتاعتي تخصصي ماجستير ودكتوراه العلاج الطبيعي.